ممكن اقول لك بقى اليوم كامله. يعني النادي الاهلي اتحرك من اهل الجزيره الساعه 11، وصل الفندق الساعه 1:30، ويمكن عقب الوصول كان تناول وجبه الغذاء. يمكن اللعيبه بعد وجبه الغذاء يمكن ريحوا شويه. كان الساعه 4:30 اجتماع فني المباراه، اسفر عن ان الاهلي هيرتدي الزي الاحمر والشورت الابيض والشراب الابيض، فريق النجم اللبناني ابيض في ابيض في ابيض. يمكن الساعه 5:30 كان في مؤتمر صحفي للمدير الفني مستر كارتيرون ونجم الفريق او كابتن الفريق كابتن شريف اكرامي. يمكن انا حضرت المؤتمر، المستر كارتيرون اتكلم عن الفريق النجم اللبناني ان هو تابعه وقال فريق قوي جدا وفريق ممتاز. يمكن اتكلم في المؤتمر على استبعاد معلول وكوليبالي وازارو، ان هو قال لازم يجرب جميع اللاعبين. ممكن اتسال في المؤتمر عن مشاركه شريف اكرامي، طالما يعني بتلاعب لعيبه ممكن نشوف شريف اكرامي قلب العربي الفترة الجاية هياخد في البطولة العربية. ويمكن شريف اتسأل في المؤتمر عن البطولة العربية، قال البطولة طبعا بتشهد ندية قوية. كان ليا اتصال مع الكابتن حسين حمدان المدرب العام لفريق النجم اللبناني، اللي قال لي ان هم هيبداوا الدوري اللبناني يوم 15/9، وان بيلعبوا دلوقتي دوره وديه اسمها النخبه، وما وصلوا فيها النصف النهائي، والعهد هيلعبوا العهد اول ما يرجعوا من القاهره. ويمكن الموسم اللي فات فريق العهد كسب الدوري والكاس، وكان فريق النجمه هو الوصيف. يمكن اخذوا 8 بطولات دوري و10 بطولات كاس. طريقة اللعب طبعا مدرب صربي، وطريقة اللعب المفضلة ليهم 4-2-3-1 و4-3-2-1. بقى الأهلي أدى تمرين الساعة 6:00 مساء، ورجعوا الغرفة دلوقتي وتناولوا. الأول كان فيه جاكوزي وتلج، ودلوقتي في عشاء، وبعد العشاء في محاضرة فنية من مدير الفني للاعبين. أشكرك زميلي شريف شعبان.